بخصوص سؤال الأستاذة، والدي 50 سنة وطلع عنده ورم في البروستاتا، تنصحنا بيه؟ ألف سلامة على الوالد، سن 50 سنة، سن صغير، ورم البروستاتا كلمة عامة، قد يكون ورم حميد، قد يكون ورم غير حميد. هنبدأ بالإجراءات البسيطة اللي هي: واحد، شكوى المريض ايه؟ هل اشتكى من اعراض بوليه، حرقان، وجع، تقطيع؟ هل حصل ان البولت حاش اتحبس؟ هل ركب قسطره بوليه؟ ثم نبدا مرحله الفحص، نفحص المريض اكلينيكيا كويس، نطمن على الحاله العامه، ثم نعمل فحص موضعي للبطن لمنطقه الحوض، ثم الفحص الشرجي اللي ممكن من خلاله نشعر نحس بنتوء بتحجر في البروستاتا، ثم ننتقل الى مرحله التحاليل، تحليل الدم الخاصة بالبروستاتا، أشعة تلفزيونية على البطن والحوض، علشان ناخد قرار إذا كان المريض في حاجة إلى عمل عينة بروستاتا باستخدام جهاز الأشعة التلفزيونية من فتحة الشرج أو لا، إلا على أساسها مع أشعة الرنين المغناطيسي إذا احتاجناها نحط القرار النهائي فيما يخص ورم البروستاتا. دكتور، حضرتك في وسط كلامك قلت ورم البروستاتا علاج هرموني، عايزين توضيح. الحقيقة انه كلمة علاج هرموني مش بس في أورام البروستاتا، هي موجودة في بعض الأورام الأخرى اللي بتعتمد في نشاطها على الهرمون، هرمون الاستروجين عند الستات، هرمون التستوستيرون عند الرجالة. دول الأورام اللي بتعتمد على هذه الهرمونات، ممكن يكون من علاجها ان احنا نوقف النشاط بوقف نشاط هذا الهرمون. والعلاج الهرموني في أورام البروستاتا كتير وأنواع كتيرة، منها العلاجات اللي بتشتغل على هرمون الذكورة على شغله في البروستاتا، ومنها اللي بتشتغل على مصدر خروجه أساسا أو مصدر إصداره من الجسم من 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 الخصية، أو ممكن يكون من تنشيطه من الغدة النخامية. يعني مستويات عمل أدوية العلاج الهرموني متعددة في مجال أورام البروستاتا، نختار منها الأمثل والأنسب لحالة المريض طبقا لنوع الورم ونشاطه زي ما اتكلمنا قبل كده. الحقيقه ان البروستاتا واخده يعني واخده جزء اكبر من كلامنا النهارده، على اساس انها كلمه البروستاتا كلمه اللي بتخض. يعني كتير من المرضى بيشرفوني في العياده وبتبقى كلمه البروستاتا هي الوهم او الكلمه المقلقه في الموضوع. يعني يشتكي من اعراض البول وبعدين خايف يكون عندي بروستاتا، سمعت انها تكون بروستاتا، مفيش مشكله خالص، البروستاتا دي غده موجوده عند كل الرجاله، مولودين بيها، موجوده من اول ما اتولدنا وهي موجوده وبتشتغل ولها شغل ولها كفاءه ولها وظيفه، لكن مع تقدم السن بتبدا تظهر فيها بعض الامور، سواء كان التضخم الحميد او الاورام غير الحميده، وحتى في مرحله الشباب قد تعاني البروستاتا من اعراض الاحتقان. والاحتقان الكلمه اللي بنسمعها كتير وبنشوفها كتير من الشباب في سن 20 30، اصغر من كده واكبر من كده، الغير متزوجين او المقبلين على الزواج او حديثي الزواج، كل دي فئات عمريه بنشوف فيها كلمه احتقان البروستاتا. البروستاتا كلمه ما تخضش، كلمه ما تخوفش، لو احنا عرفنا نوصل للتشخيص الصح علشان نبدا في العلاج المناسب. والعلاج المناسب بيعتمد اعتماد كبير على درجة شدة أعراض البروستاتا، وقد إيه المريض هيلتزم معانا بالتعليمات، هيبطل حاجات، هيتجنب حاجات، هياخد باله من حاجات، هيزيد من بعض الأمور علشان يبدأ يغير من العوامل، يقلل من العوامل اللي بتعرض البروستاتا للاحتقان ويتجنب مشاكلها ويعدي فترة الشباب بالسلامة إن شاء الله.